لا 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 I can't stand this anymore صراحة. مش كفاية دوشة اللي برا، كمان هيبقى في دوشة في الشارع. هبقى شوفي ايه. الحقوني حرامي حرامي. جرى يا ست صص بتصرخي ليه؟ سلامتك. حرامي في البلكونة يا زينهم، أول ما فتحتها لقيته مستخبي فيها. ايه حرامي؟ ليلة أبوه أسود من سماء القاهرة في موسم حرق قش الرز. طب ادخل امسكه بسرعة قبل ما يهرب. أيوة زينهم، امسكوا لحد ما نتأكد ان كل لوحاتي سليمة، مش ناقص منها حاجة. انا ليا منافسين كتير جدا، ممكن يكون واحد منهم هو اللي بعته. لوحات ايه يا شيخ تنيل؟ هو فين الحرامي ده يا ساسو؟ ازاي جاله الجرأة ينط في البلكونة الصبح بدري كده؟ This way. يا ست ما تثبتي على حاجة بقى، تركز معانا. امال انت مش لسه جايلة في البلكونة؟ تسمح تسكت انت شوية وتدخل تشوف الحرامي ده، وخد بالك لا يكون معاه سكينة ولا حاجة يأذيك. ابن اصول والله يا استاذ عز، خايف عليا. مش بالظبط الصراحة، بس لو أذاك هيخلص منك ويدور علينا. يلا ادخل شوفه مستخبي فين. يلا. لا إذا كانك ده ادخل انت، أنا مش شغال عندك، أنا هنا نازل بفلوسي، لازم ألقى خدمة خمس نجوم أمن وحراسي. يا سلام، هو انت فاكر نفسك بتقضي الويك أند في العين السخنة؟ يا جماعة يا جماعة، حد يشوف الحرامي ده، احنا كده كلنا في خطر، ولو حياتي كمان في خطر. صباح الفل. ما تتعبوش نفسوك يا جماعة، يعني احنا مش صغننين في المنطقة، مش محتاج ان انتوا تتعزموا مين يشوف اللي في البلكونة. انا جيت لكم بنفسي الزهبي الزهبي. يا بجاحتك يا بجاستك يا جراط يا دناتك. والله مش لاقي كلام تاني اقوله لك صراحة. ما تخافيش يا ست ساسو، طول ما انت مدرية فيا كده ما يقدرش يهوب نواحيك ابدا. اوعى تقرب منها، ابعد يا جدعين، تبعد، ما تقربش بقول لك. اقف مكانك، اوعى تتحرك خطوه واحده. انت مين اللي زقك؟ مين اللي زقك على لوحاتي؟ انت اتصل بالبوليس يا عز. مفيش داعي يعني يا عز، انا مش جاي اسرقكم يا جماعه، انا جاي استخبى عندكم كده، يعني هقعد لحد بالليل وبعدين همشي على طول. الزهبي الزهبي. ايه زهبي زهبي؟ تقعد فين بقى يا زهبي؟ هو سبيل؟ انت مين يا جدع انت وعاوز ايه؟ فتش اذنهم. معلش انا مش فاضي، انا بهدي الست ساسو، فتشوا انت. انا عبد حميد دراكولا لا مؤاخذه يعني. بس انا سمعت الفيلم بتاعك عم نول على الفيديو اللي في القهوه بتاعت الواد عويس، ما فكرتش تعمل فيلم رعب اكشن مشترك مع الاستاذ الشحات مبروك ده؟ لا قول لي يا استاذ دراكولا، وانت هتاخد كام في الفيلم؟ بص احنا هنعمل فوتو سيشن هينزل في كل المجلات، الصوره هتتباع بالافات الدولارات. انت اكتشاف، انت اكتشاف، انت السابق وانا اللي وصلت له الاول. بقول لك يا استاذ، انت هتقعد هنا يبقى تدفع زيك زيهم، ماليش دعوه بقى دراكولا سوبرمان، هتدفع يعني هتدفع. شكل الناس في امريكا عرفوا ان انا في مصر وبعتيني عشان يتاكد اني موجوده هنا. مكانك اتعرف يا ساسو، وكل اللي خططت له هيروح هدر. الا انت ساكته ليه يا ست ساسو؟ عاوز مني ايه يا زينهم؟ معلش سيبني دلوقتي عشان انا متضايقه شويه. لا والله بس انا غرض اطمن عليكي، مش عاوزه حاجه. يا سيدي اسكت، انا مش عايزه حد يكلمني دلوقتي. هو انت ما بتتكلمش ليه؟ وبعدين احنا ايه اللي اكد لنا ان انت دراكولا يعني؟ اتكلم اقول ايه بس يعني؟ ما انا من اول ما عرفته انا مين وانتوا نازلين اسئله اسئله اسئله، ما حدش مديني فرصه اتكلم الزهبي الزهبي. وبعدين عايزين تتاكدوا اني دراكولا يعني؟ شوفوا لكم متطوع وانا صفي لكم دمه دلوقتي اهو. لا لا لا، ازاي يا نجم؟ اتفضل اتكلم واحنا نسد حنكنا خالص. وان كان على المتطوع يعني، فانت يلزمك واحد ابن ناس زي الاستاذ عزك ده. اخرس استاذ عز في عينك، ما تخليه يصفيك انت يا سبع البرومبا. ومين قال لك يا اخويا انني عاوز اتاكد؟ انا مصدق الراجل، شكله كده كمل. بعدين بقول لك لسه سمع الفيلم بتاعه عم نول، صحيح هو شكله متغير حبتين بس انا مصدقه. بس سؤال اخير يعني، هو انت تقرب لباتمان؟ بص انا حمضي معاك عقد اداره اعمال، وصدقني حناكل انا وانت الشهد. ما تسكتوا بقى، خلوه يتكلم. اتفضل يا مستر. معلش قول اشمعنى جيت لنا احنا بالذات؟ يا جماعه انا عبد حميد دراكولا. سبحان الله يا اخي، بس انت بتتكلم عربي كويس قوي. ما انا زابي زابي، ابويا دراكولا وامي مصريه. مصريه؟ أمه طلعت مصرية والحساب هيبقى بالمصري. أنا برضو أول ما شفتك قلت إنك فيك عرق عربي، أنا نظرتي ما تخيبش أبدا، المختلفين اللي زينا دايما ليهم وجهة نظر في بعض. أو أنت بقى مختلف في إيه يعني؟ بتطير؟ بعون الله اللي قدامك ده أول فنان في تاريخ الرسم المعاصر يرسم لوحة زيتية كاملة بريشة العود بتاع محمد عبد الوهاب.
انا مش فاهم ايه الغريب في كده يعني، بس عموما تشرفنا. بقول لكم ايه، سيبكم الهري ده بقى وتفضلوا، حد ينزل علشان يجيب حاجات الغدا. انا جتتي مكسره من امبارح، مش عارف ليه والله يا عز يا اخويا. ده انا نسيت اللوح بتاعتي مكشوفه في الاوضه، الالوان هتنشف. يعني اكيد مش انا اللي هنزل طبعا، والا ما يبقاش في اي شهامه ولا رجوله الصراحه. بص يا زعبي يا زعبي، كده مفيش غيرك انت يا دراكولا تنزل تجيب حاجات الغدا، بما انك يعني اجدد واحد في الشقه. انت خدت عليا خالص وها زهبي زهبي وبتهزر يعني. انت ما تعرفش ان دراكولا ما يخرجش في الشمس، انا الشمس متحرمه عليا. انا هديكوا الفلوس الغدا وهعزمكم، بس حد ينزل يجيب. يا استاذ دراكولا مش هيحصل حاجه، دي مره مش هتاثر فيك يعني الشمس. انزل واعزمنا برضو، ما فيهاش حاجة، احنا موافقين يا سيدي. يا ابني ما ينفعش، الشمس متحرمة علي، ما ينفعش اتكشف على شمسها. ايه يا عم انت بتقول ايه، انا مش فاهم. افهمه ازاي ده يا جماعة؟ بص يا عم، انا لو نزلت في الشمس اتحرق. انت انزل عدي هاتلي نص كبدة بلدي، وياريت لو يعني تكون لسه مدبوحة كده وسخنة يا صاحبي. ده على حساب مين بقى ان شاء الله؟ على حساب انا، وبعدين نبقى نتحاسب. بعدين نتحاسب ايه؟ ما هو قالك هيعزمنا. أمرنا لله يا سيدي، إيدك على الفلوس. هديك خلاص، بس بقولك إيه، يبقى هاتله كيس دم لا تهرب منه ويمص دم حد فينا يا عز يا أخويا. معاك حق والله، دي كانت غايبة عني فين دي. يا شحتة، أنت أهباب يا اللي اسمك شحتة. أيوة يا سعز، في إيه؟ كل شوية شحتة، هو مفيش هنا غير شحتة. خلاص يا ابني، أنت هترغي ولا إيه؟ خد هات الطلبات دي. معلش يا عز بيه، مش هقدر. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ كل مرة بتشقيني واجيب لك الطلبات من السوق، وفي الاخر ما بتدينيش تبس، وده بقى ما يرضيش ربنا بصراحة. ايه ده انت باجح قوي. هو في حد بيطلب التبس بنفسه؟ كل الناس بتطلب التبس بنفسها، مش لما بتدخل السيمة اللي بيقعدك بيقولك كل سنة وانت طيب حتى لو مش داخل في العيد. الراجل اللي بيعدي جنبك في الاشاره وعامل نفسه من عمال النظافه ولا مؤاخذه، مش بيقول لك كل سنه وانت طيب بمناسبه ومن غير مناسبه؟ صحيح. اللي بيمسح ازاز العربيات في البنزينه، مش بيقول لصاحب العربيه كل سنه وانت طيب؟ في كل سنه وانت طيب من اللي قلتهم لك دول، مش معناها فين التبس؟ طيب يا سيدي هديك، بس ما تنساش كيس الدم من المستشفى اللي على اول الشارع. ماشي. دم ليه كفاله الشر؟ عندك ايه يا باشا؟ عندي دراكولا. الف سلامه عليك بيه. بقول لك ايه، خد بالك من نفسك اليومين دول يومين عيا. طب يلا يا تحفه، ما تتاخرش. هاي عز، بصيت على اكل دراكولا؟ خد بالك، احنا لازم نكرمه، عشان الاسطوره بتقول ان كل ما هنظبطه هيظبطنا. دول في الافلام بيبقى عندهم فلوس كتير قوي. طيب ما تدخل تخليه يشوف لنا حاجه تحت الحساب كده يا صافي. يا اخي نقدم السبت عشان نلاقي الحد ظبطه، بس وانا اضمن لك ان احنا هنتظبط. بقول لك يا ست ساسو، انا قصدك في خدمه. شو يا زينهم، اتفضل. ينفع تعلميني كلمتين انجليزي كده اقنع بهم السيد دراكولا عشان يخليني امثل معاه؟ طب استني افتح الباب واجيلك. الحق يا استاذ عز. مالك مالك، في ايه يا زينهم؟ مسروع ليه كده؟ الواد شحت البواب جه ومعاه شنطه الطلبات، ومعاه حكيم من المستشفى بيقول ان جاي يحلل لدراكولا. يحلل لمين؟ الله يخرب بيتك على بيت شحتة في يوم واحد. هو في ايه؟ ده ايه الناس دي كلها؟ انتوا عايزين مين انتوا؟ الناس دي سمعت ان دراكولا موجود عندكم، قالوا يجوا عشان يشوفوه ويتصوروا معاه. لا 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 لا، احنا اسفين يا جماعة، مفيش حد هنا بالاسم ده، ممكن يكون موجود عند الناس اللي فوقنا. عاوزين نشوفه. مفيش حد يقدر يشوفه او يتصور معاه غير باذن شخصي مني انا. انا مدير اعماله. يا جماعة في ايه الدوشة دي بقى؟ الاكل جه ولا ايه؟ الله يخرب بيوتكم، الزحمة دي هتفضحونا. الو عمليات، عرفت مصدر الزحمة ايه؟ ايوه يا فندم، وصلت اهو لاول الطابور، شقة في الدور التاني، شكله متحف، هتأكد من معلوماتي وابلغ سعادتك. استنى عندك، وقف مكانك يا دراكولا. جالك الموت يا تارك الصلاة. اخيرا وقعت يا دراكولا. ومين دول؟ عصابتك الجديدة؟ منور يا حبيبي، اتفضل، ده الحجز مستنيك. الو عمليات، ابطل عبد الحميد دراكولا، المسجل سطو مسلح برفقة افراد عصابته مكونة من 3 رجال، وتم العثور على مجموعة من المجوهرات بحوزته. والله يا فندم احنا ولا عصابته ولا نعرفه،
ده كان مستخبي في البلكونة وحظنا المهبب اللي وقعنا فيه. الكلام ده يا حبيبي تقوله في الاسم. اللي هي الست ساس سوفين.